وخسارة في الأجهزة اللي بتتأثر بزيادة معدلات الأتربة. في العالم العربي علينا تغيير كل فصائل القمح والشعير التي تعتمد عليها كثير من البلدان في إنتاجها للعلف الحيواني ولغذاء البشر. هذه الفصائل لن تعود صالحة، يمكن المجابهة، ولكن علينا التحضير. يمكن تحضير أنواع أخرى تتأقلم مع التغيرات المناخية. هناك آثار على الصحة في أوروبا. لأعطي مثلا، البلدان الأوروبية فيها عشرات مراكز الأبحاث الطبية اليوم مختصة بدراسة آثار تغير المناخ على الصحة في أوروبا، لأن هناك بعض الأمراض ليست موجودة اليوم ستنتقل إلى أوروبا بسبب ارتفاع الحرارة. في المنطقة العربية لا نعرف عن أي مركز أبحاث طبي، ليس هناك أي مركز للأبحاث الطبية يعمل على دراسة آثار تغير المناخ على الصحة في المنطقة العربية. قريت المستشفى. نعم يا قريت. وقعت المصيبة. ما فيي اخسرك. أنا هون. ورجع الغرام. إن شاء الله عطول. معقول بعد 12 سنة زواج الغرام يضاين؟ إدوار وقريت لمروان نجار. قصة حب. إدوار وقريت. يعني مثل روميو وجولييت. روميو وجولييت. شو جابوا لنا روميو وجولييت؟ قصة لبنانية بسهرتين. بكرة مباشرة بعد الأخبار على الجديد. بالحلقة الجاية. يعني أنت كمان فرحان؟ زعلان. بده يتجوز مرة تانية مشان يجي صبيان؟ وإلا أنت بتكون المسؤول الأول عن ضرر بأمن البلد. والله لكن طلعت لك روحك كل مرة. بيت جدي من الاثنين للسبت 6 المساء على الجديد. جريء وقلبك قوي؟ عندك استعداد تغامر بعصفور كرمال 10 على الشجرة؟ التراب قادر تقلبه ذهب. بقوي قلبك. للاشتراك تصل على 71 866 547. وفي بلد 10452 كيلومتر مربع، والذي يعد الأكثر تمايزا في دول الشرق الأوسط جغرافيا، ومع التغيرات المناخية فقد دخل وطن الفصول الأربعة عصر الجفاف. وتشير الإحصاءات إلى أن معدل درجات الحرارة قد ارتفع. التقريران الوطنيان الأول والثاني حددا أكثر المصادر مساهمة في انبعاثات غازات الدفيئة في لبنان، وهما توليد الكهرباء والنقل. وأصبح فصل الشتاء أقصر مع غطاء ثلجي يضعف عاما بعد آخر. أما الأمطار فبدأت تهطل على شكل موجات غزيرة، إنما بمعدلات سنوية أقل. مع تغير المناخ، مع زيادة درجة الحرارة، أول شيء رح ينضرب عنا هو مخزون الثلجي. مخزون الثلجي اللي عنا هو أكتر شيء بغزين المياه الجوفية اللي منا بينبعوا الأنهر عنا والينابيع اللي عنا إياهم. بقى لازم ننتبه لها. هي أول شيء كيف بدنا نقدر نتفادى ذوبان الثلج السريع يلي عم بيروح هدر للبحر، بصير نقدر نخزن المي اللي عم تجينا بالأوقات اللي بتجينا فيها يلي هي بتصير تنحسر أقل وأقل. نحن لهلأ بالوقت العادي عنا بين 80 و90 يوم شتاء بالسنة. مع تغيير المناخ يمكن يقلع أيام الشتاء اللي عنا إياهن.
وينزل عنه المطر بغزارة بأوقات غير متتالية إذا بدك حتى نقدر نحصرها، والثلج بده يخف. بقى بهالفترة اللي عنا فيها مي لازم نقدر نلقطها ونخزنها. هذه العوامل ستؤدي إلى انخفاض في تغذية المياه الجوفية، لأن مياه الثلوج التي تصل إليها ستقل، ولأن تساقط الأمطار الغزير والقصير لا يسمح بملء الطبقات الجوفية. وعندما يتزامن ذلك والحاجة المتزايدة إلى المياه، سوف تستنزف المياه الجوفية. إضافة إلى ذلك، فإن أنهار لبنان تعتمد على المياه الجوفية، لذا فإن مصادر المياه المستنزفة ستؤدي إلى انخفاض مستوى الأنهار، إذا ما لم يؤدي ذلك إلى جفاف بعضها تماما. مع زيادة الحرارة رح يصير في عنا تبخر يزيد أكثر. بقى الخسارة من الخزانات المفتوحة اللي بدها تطلع من وراء السد، يعني البحيرات مثل الأرعون، رح تزيد الخسارة للتبخر، وهذا مش لصالحنا. بقى لازم يكون السياسة اللي عنا إياها هي من جميع الأنواع والأشكال، يعني ما رح تكون سلة من نوع واحد، بدها تكون سلة طرق لتخزين الماء، منا سدود لأنه يمكن ناخذ منا توليد كهربائي، ومنا يمكن يكون تخزين بسمون ووتر تاورز أو شاتو دو، خزانات يعني مرتفعة، أو خزانات بالأرض مغلقة لحتى نحد من خسارة التبخر. بعض أنواع الغابات قد تختفي كليا بسبب تغير المناخ. الأنواع النباتية في أعالي الجبال مثل العرعر قد تختفي وتستبدل بتكوينات عشبية، كما أن الغابات الموسمية في أواسط الجبال ستستبدل بتكوينات دائمة الخضرة، وستتفاقم أخطار الحرائق بسبب تكوينات صنوبرية غير مستقرة. هذا إضافة إلى اختفاء التكوينات دائمة الخضرة الممتدة في أكثر الأماكن انخفاضا، لتستبدل بأزهار متماسكة وبتكوينات صنوبرية دائمة الخضرة. لازم يصير في إدارة بالتعاون مع كل الجهات المعنية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة، الجمعيات الأهلية، البلديات، الكل معني. هالشيء هذا بيساعدنا نحافظ على الغابة، بيساعدنا نحافظ على وجودها وعلى تكاثرها وعلى امتدادها وانتشارها. الخطر الثاني اللي هو المد العمراني اللي هو عم بيسبب بتشرذم الغابات، يعني بدل ما يكون في امتداد للغابة بكل مناطق معينة عم بيصير في جزر، وهالجزر بعيدة عن بعضها أو عم بيفصلها مدن أو قرى أو مناطق زراعية، ما عم بيخلي يصير في امتداد متكامل للغابات. هذا الشيء كتير بيأثر سلبيا خاصة بوجود التغير المناخي. يعني وقت اللي ما منخلي الغابة تتكاثر لوحدها وتمتد ويكون عندها هالامتداد الأفقي، منكون عم نزيد من تأثر التغير المناخي. فإذا علينا وقت اللي بدنا نقوم بحملات تحريج وإعادة تحريج للغابات، أنه نقدر نرجع نوصل الغابات ببعضها بطريقة أنه يصير فيه مثل نوع كوريدور أو تكامل للغابات، تا كل الأصناف الحيوانية والنباتية تقدر تتنقل وتقدر تتكاثر، وما يصير في انقراض للجينات وللأصول الوراثية تبع الغابات إجمالا. يعني يكون عندنا مناطق محمية هي ضمن الإدارة المستدامة، بس كمان ما يكون كل الغابات محمية كليا، يكون في غابات عم نقدر نستثمرها وغابات عم نقدر نحافظ عليها، غابات عم نحافظ على النظم البيئية اللي فيها وعلى كل النبات، وغابات تانية عم نقدر نكمل فيها الإدارة والاستثمار. والأخطر أن رمز البلاد سيكون من بينها، وصدر تقرير من الأمم المتحدة يحذر من أن تصبح غابات الأرز عرضة للانقراض نتيجة تفاقم انتشار الحشرات المضرة
وقلة الثلوج، فالأرز يحتاج إلى البقاء ما يقارب 3 أشهر تحت الثلج. تغير المناخ هو موضوع بعيد الأمد، بتنا قدرات هائلة وتقنيات هائلة على صعيد الإنسانية ككل، على صعيد تعاملنا مع الكرة الأرضية ككل. فاللي قادرين نعمله بلبنان، اللي قادرين نعمله على الأرض هلأ، قادرين نعمله لهالأرزات، هو نحصر عنهم أي أخطار بيسببها نشاط إنساني، ونخلي لهم كل عناصرهم الطبيعية موجودين معهم. وأهم أهم هذه العناصر هي الطيور، لأن الطيور هي خصوصا الطيور اللي بتعيش فترات طويلة مع الأرز، تقدر هي العدو الطبيعي لعدد كتير من الحشرات اللي نحن عارفين انه مجموعاتها رح تكتر مع هالإمكانات المناخية اللي محبزة لانه تنمى بيوضة. فلنقدر نعمل كنترول اكتر على كميات الحشرات ما هتكون موجودة بهالغابات هو وجود الطيور. هيدا أهم عنصر، فمتمنى بأقرب فرصة يصير مواقع الأرز، غابات الأرز، مش بس الغابة نفسها وكل محيطة اللي ممكن يكون فيه طيور متنقلة، إنها تكون ممنوعة من الصيد ومحمية من الصيد كليا، لتقدر هالغابات تكفي معنا بالعقود القادمة. سيؤدي أكثر المناخات دفئاً إلى زيادة القوارض على جميع الأراضي اللبنانية، كما سيزداد نشاط الحشرات المؤذية فترة أطول، ما سيمكنها من التكاثر وارتفاع عددها. كما سيؤثر التغير المناخي في الفيزيولوجيا وفي توزيع الطيور وتكيفها. قبل ما نحكي عن تغيير المناخ، الحين عندنا أصلاً بلبنان عم تنقرض، والسبب الأول هو التمدد العمراني والصيد الجائر. هودي اثنين كانوا بلشوا قبل ما بلش التغير المناخي. هلا التغير المناخي له تأثير كتير كبير، لأنه في حالات كتير بتعيش بمناطق باردة، وقت يدفى الجو فبتضطر تطلع على مناطق أعلى، أوكي، وتطلع مناطق أعلى بتصير عندها مشاكل أكتر كمان، لأن أول شيء بيئتها مش موجودة، بتصير مثلا تأثيرها على المزارعين وعلى العالم أكتر، بتصير تأثر على حيوانات موجودة بهالمنطقة هذيك. نعطي مثل صغير، مثلا مثل الخنازير. الخنازير هلق بالأول كانوا عايشين على السواحل، إجمالا بالشتي بينزلوا على السواحل، بالصيف بيعلوا على العالي ليلحقوا البرودة. هلا بهالفترة اللي صارت إنه هالشوب اللي عم يصير بأيام الشتي، فالخنازير ما عادش عم تغطي أكتر، فعم تضل بالمناطق العالية، يعني عم تأثر أكتر على المناطق الحرشية، على الغابات، على المزروعات، حتى بالمناطق العالية. وكل ما صار عنا تغير مناخ أكتر، كل ما صار عنا ارتفاع بالحرارة أكتر، هالحين كلها حترتفع على العالي، ومش بس حتأثر حالة الجوية على البرية، حتأثر برضو على الجوية كمان. يعني الرعيان هلق بدل ما يغطوا هالفترة هيدي على السواحل ليرعوا الغنم والمعزة تبعهم، حيضطروا لأنه الحشيش حيكون يبس أسرع على السواحل، فيطلع على المناطق الخضراء أكتر، على المناطق العالي أكتر مثل ما فيه خضار أكتر، فهيدا هيأثر عليهم أكثر، لأنه حيكون في حيوانات بعد أكثر تأثر كمان على القطعان تبعهم. لا يقف عند حواجز القبض على الحقيقة. وين الدولة؟ ولا تردعه خطوط حمر. برنامج الفساد ينقل آلام الناس، كل الناس، ومدوني على وراء بالقوة. أنا زلمي أمي منعوا بال2004 من يقاوم الظلم إلى تعب. سبروا على سوريا بقولوا لي أنت لبناني، وبيجوا على لبنان بقولوا لي أنت سوري. للسنة السادسة على التوالي برنامج الفساد الأول في الشكل والمضمون. إعداد وتقديم غادة عين. هذا البرنامج برعاية تويوتا أفانزا، تتسع لسبع ركاب، وسعره ابتداء من 11,900 دولار. إدوار، قريت المستشفى. نعطي قريت. وقعت المصيبة. ما فيي أخسرك. أنا هون. ورجع الغرام. إن شاء الله عطول. معقول بعد 12 سنة زواج الغرام يضاين؟ إدوار وقريت لمروان نجار. قصة حب. إدوار وقريت يعني مثل روميو وجولييت. روميو وجولييت شو جابوا لنا روميو وجولييت؟ قصة لبنانية بسهرتين، بكرة مباشرة بعد الأخبار على الجديد. حضر الزعيم يا عمي، وينك؟ وينك يا عمي؟ اشتقنا لك، مش عم تبين كتير. وينك؟
مشغول.